هذه أحد المنازل المجوفة داخل الجبال، وهذا قبر أحدهم. أنا الآن في ديار قوم ثمود، مدائن صالح أو قوم صالح عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا شلون هنا عاملين نافذة لدخول الهواء، مجوفة ما شاء الله ومرسومة رسم. كبار المهندسين ما يعملون هذا التصميم. ملاحظ أن الصخر جامد جدا قوي، صخور غير رسوبية، وهذا يدل على قوتهم الجسمانية قديما. يذكر أنهم كانوا أغنياء جدا، وكانوا يأخذون أموالهم وكنوزهم داخل قبورهم، تدفن مع موتاهم، اعتقادا منهم أن الأموال والكنوز ترحل لليوم الآخر. هذا تجويف أحد الغرف المكشوفة. هنا في قبرين لو تلاحظون، أو ثلاثة قبور، القبر الأول والثاني والثالث، مجوفة بمنطقة مكشوفة. تصميم آخر لأحد الغرف. لاحظوا سبحان الله التشكيلات على الصخور. الله أعلم، ما ندري هل هذه تشكيلات فعل الإنسان أو فعل قوم ثمود، أو هي نتيجة عوامل التعرية. سبحان الله العظيم، شوفوا كيف النقوش. تلاحظون هنا في تجويف صخري، سبحان الله العظيم. طبعا هذه أحد الآبار المكتشفة في المدينة، ويذكر أنهم اكتشفوا أكثر من 60 بير داخل ديار قوم ثمود. هذه أحد الأبيار عمقها يتجاوز 60 متر. شوفوا سبحان الله العمق، ولاحظوا التجويف الكبير في الجبل. لا إله إلا الله، شوفوا كيف التجويف والرسم الهندسي داخل الجبال. شوفوا شلون، يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الله، لاحظوا فعلهم في تجويف الأرض في مدخل المنزل لمنع تدفق المياه عند الأمطار ودخوله داخل الغرف. هذا التجويف ذا لمنع المياه من الدخول داخل المنزل. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، بسم الله. شوف التجويف داخل الجدار، وهذا قبر أحدهم، بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا آثار النقش، دق الصخر لتجميل المكان. طبعا الحكمة من وجود فتحتين المساعدة في دخول الهواء وللتهوية بشكل أفضل. يا الله، شوفوا كيف طريقة نقش الصخور وتزيين المنزل من الخارج. شوفوا كيف تصميم غريب. لا إله إلا الله، مقابر داخل المنازل. لاحظوا هذه أحد أفعالهم، هي تجويف منطقة بسيطة من الصخر لحفظ الماء عند هطول الأمطار. تتجمع المياه هنا، ممكن يستخدمونها في الشرب أو في الري أو في سقي المواشي.
تشحل الصخور. طبعا هذا اكيد انها عوامل تارية، مستحيل يكون هذا اللي تشوفونه قدامكم من صنع الانسان. شوفوا كيف، بسم الله الرحمن الرحيم، تجاويف داخل الجبال. لاحظوا شلون قص الصخر من الداخل. شوفوا سبحان الله جمال المنزل هذا، رائع، واجهته رائعة كبيرة ومرتفع عن الأرض. سبحان الله لو تلاحظون كيف الرسم على الباب، وهناك فيه عواميد كانت محطوط فوق كل عمود صنم أو إله. وشوفوا كيف الواجهة طويلة جدا ونقش احترافي ورسم هندسي رائع. لاحظوا هنا في فتحة تهوية، باين انه هنا المنزل. داخل المنزل حقيقة المساحة كبيرة، هنا في على اليمين فتحة تهوية، وهنا في فتحتين امامية. لاحظوا هنا التجويف الداخلي للجبل. هذه منطقة الديوان، المنطقة اللي كانوا يتجمعون فيها للتعبد وعبادة الأصنام. هذا هو الديوان اللي كانوا يتجمعون فيه لممارسة طقوسهم الدينية. شوفوا كيف حجم المكان، سبحان الله. هذه أحد الرسوم والأصنام المرسومة على جنبات الجبال لعبادتها. هذه أحد النماذج، سبحان الله. شوفوا كيف الممرات الموجودة داخل الجبال. مملكة الأنباط كانت متواجدة عام 200 ما قبل الميلاد إلى سنة 100 ما بعد الميلاد، بمعنى أن المنازل هذه لها أكثر من 2000 سنة، من 2000 سنة، والمعبد هذا كان من ضمنهم. هذه منطقة عذاب يا أخوان، ما ينصح زيارتها إلى بعد المغيب، لازم تطلعوا منها قبل المغرب. طبعا قوم ثمود هذول اللي عصوا أمر الله وعقروا ناقة صالح وعذبهم الله بالصيحة وبالرجفة. الحين أنا بطلع لأحد الأصنام المنقوشة في وسط الجبل، أو هذا المكان اللي يضعون فيه الأصنام لعبادتها. شوفوا طريقة النقش، مكانه سبحان الله غريب. شوفوا مرتفع عن الأرض أكثر من 5 متر، عاملين سلم صعود. وهذه برضو أحد الأصنام الموجودة على جنبات الجبال، برضو كانت تستخدم للعبادة. شوفوا كيف النقش، سبحان الله. هذه أحد التجاويف الموجودة داخل الجبال لحفظ الماء. شوفوا كيف جمال النقوش على أحد أبواب المنازل، وفوق نقش على هيئة صقر. وشوفوا هنا تكملة الرسم الهندسي. هذه مقابر تحت الأرض بعمق أكثر من 2 متر، 4 غرف كلها مقابر، والغرفة هذه غرفة جلوس. بتلاحظوا ما شاء الله جمال النقش على الجدران لإضفاء شكل جمالي على المكان. يا رب لا تعذبنا يا الله. شوفوا كيف الحفير
والممرات اللي عاملينها داخل البيوت. شوفوا جمال التصميم ونحت الجبال من الجوانب لإضفاء شكل جمالي على المكان. وهنا برضو ممر، عاملين ممر سبحان الله ماني عارف ليش. شوفوا كيف مجوف، ممكن يكون مركز لأحدهم. وهذا تصميم آخر للمنازل الجانبية، أعتقد أن التصميم مختلف من الداخل. يا الله، شوفوا ثلاثة غرف أمامية تصميم مختلف تماما. ولاحظوا هنا الأرفف على جنبات المكان، قد تكون أرفف لوضع الاحتياجات أو قد تكون مقابر لأطفالهم. منزل مكون من أكثر من دور، دور أرضي ودور علوي. بسم الله الرحمن الرحيم. تتكرر موضوع الأرفف مرة ثانية، كم هنا رف؟ تقريبا 4 8 12، أكثر من 15 رف داخلي. شوفوا كيف جمال التصميم. طبعا هنا في مقابر، هذا قبر أحدهم. لاحظوا هنا في نافذة تنفذ أو تطل على الغرفة الجانبية اللي بجانبها. لاحظوا، وهذه غرفة واحدة قد تستخدم للنوم، وهذا ممر علوي للدور الأعلى. طبعا احنا طلعنا في أجزاء ديار الظالمين مدائن صالح اللي بقناة اليوتيوبية الأولى، اتضح لنا انه في الأدوار العليا في مقابر فقط، فوق أكثر من 15 قبر موجود في الأعلى. وهذه أحد النوافذ المنفذة للدور العلوي. شوفوا طبعا يذكر ان كانت قبورهم داخل منازلهم، فهذا اللي اشوفه شيء طبيعي كان في سنوات ما قبل الميلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا عاملين فتحة للتهوية، منزل صغير لكن ارتفاعه عالي جميل. في نافذة جانبية للتهوية. بسم الله الرحمن الرحيم. أربعة مقابر، لاحظوا أربعة مقابر داخل المنزل، وخمسة مقابر بالضبط. طب كان عندهم اعتقاد قديم أنه أصحاب المنزل وأسرهم وعائلاتهم كانوا يدفنون داخل المنزل مع أسرهم، باعتقاد منهم أنهم أرواحهم تعيش معهم، وكانوا يدفنون كنوزهم داخل مقابرهم. برضو اعتقاد عندهم أن الكنوز والأموال والذهب والغنائمهم كانت تنقل مع أجسادهم للآخرة، وهذا اعتقاد خاطئ. وفي كثير من ضعفاء النفوس قديما كانوا ينقبون عن هذه الكنوز، إلى أن طبعا صار في تنظيم من قبل الحكومة ومنع الزوار، وأصدر ملك المملكة مرسوم ملكي بمعاقبة هؤلاء العابثين. هذه طبعا نافذة مطلة للغرفة الجانبية، وفيها زي ما تلاحظون قبر أرضي، وفي ثلاث مقابر جانبية. برضو هنا يتكرر موضوع الأرفف على المنزل.
شوفوا كيف سبحان الله. دكات جانبية على مدخل القصر، ويتكرر عندنا هنا نقش نقش الصقر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو قصر الفريد من الداخل. شوفوا كيف حجم الغرفة، 3x4 تقريبا، ما يناسب النقش وضخامة الرسومات خارج المبنى. اللي يشوف المبنى من الخارج يقول هذا سبحان الله قصر متعدد الأدوار ومساحته كبيرة داخل الجبل. فهذا سبحان الله النقش لقصر مساحته 3x4. الآن وقت الغروب، لازم حنا نطلع. شوفوا الآن غروب الشمس.